بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ثم امنعوا ثغى الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا أن لا يدخل منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستجمله، وتخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا، وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره وتفكره فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه، وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به ونحو ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر ما يصيبه الشيطان جنوده مع ابن آدم، وأنهم يمسكون الثغور التي يصل الخير منها إليه ويحولونها إلى مداخل للباطل، يمسكون ثغر الأذن والسماع فلا يدعونه يسمع حقا، وإنما يغرونه بسماع الباطل، لأن هذا يؤثر على قلبه، فهو من أهم الثغور السمع. ولهذا قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من أهم الثغور السمع والبصر، فلا يبصر إلا فتنة وشر، ولا يسمع إلا باطلا، وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، فلذلك تفسد قلوبهم، لأن القلوب تتأثر بما يصل إليها من هذه المنافذ. نعم. فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره وتفكره فيه والعظة به. إما أن يمنعوه من سماع الخير ابتداء، ولا يسمع إلا شرا كالأغاني والمزامير والغيبة والنميمة وكلام المحرم، وإن غلب الشياطين ودخل شيء من الخير فإنهم يحولون بينه وبين فهمه ويسمعه، لكن لا يفهمه، وإذا لم يفهمه فلا فائدة. نعم. إما بإدخال ضده عليه، وإما بتهويل ذلك وتعظيمه. نعم. وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به ونحو ذلك. يعني يقولوا له أو وسوسوا له هذه الوساوس، إن هذا ما يمكن أنك تفهمه، ولو فهمته فهو ثقيل عليك، ولا تشق على نفسك، روح عن نفسك، إلى آخره. نعم. وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم. نعم. أو يقولون تقول الشياطين إن هذا الذي تسمعه هذا لا قيمة له، الناس تقدموا والناس راحوا والناس يطيرون بالجو والناس، وأنت مع قال الله وقال رسوله، فيزهدونه في العلم، يزهدونه في العلم وسماع العلم وسماع الذكر، ويقولون له هذا تأخر، هذا رجعية، إلى آخره. أو يقولون هذه أدلة سمعية لا تفيد العلم واليقين، إنما تفيد الظن،
إلى آخر ما يقوله شياطين الإنس والجن. نعم. وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، وزبونه من أمور الدنيا وشهواتها. نعم. وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور، وقائله معرض نفسه للعداوة. تبي تصير غريب بين الناس، تبي تصبح مضحكة للناس، خلك مع الناس علشان ما أحد يسخر منك ولا أحد يستهزئ بك. نعم. إلى آخر ما تقوله الشياطين. نعم. وأما الحق فهو مهجور، وقائله معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار ونحو ذلك. نعم. فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. نعم. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس، كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس. نعم. يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في أمور الناس، وهو أيضا حبس للحريات ومصادرة للرأي الآخر وإلى آخر ما يقولون. وهذا ما تسمعونه الآن وتقرؤونه في كتاباته، يقولون أن الناس أحرار وكل له رأيه، ولا تصادرون الناس، لا تلزمون النساء بالحجاب، هذا حبس للحرية، لا تلزمون الناس بالصلاة، لا تلزمونهم بكذا وكذا، هذا حبس للحريات ومصادرة للقول الآخر، وباب الحوار مفتوح إلى آخر ما يقول. هذا تسمعونه الآن. نعم. في قال بكثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق. أيضا هو تتبع لعثرات الناس، يعني بدل ما أنك تشفق على أخيك تمنعه من المعصية، يقولون لا، أنت تتبع عثرات الناس، ويسمونه تتبع لعثرات الناس وفضول إلى آخر ما يوسوسون به. نعم. وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك. نعم. ويخرجون أتباع السنة ووصف اتباع ويخرجون اتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف. نعم. إثبات الأسماء والصفات، يقولون هذا يلزم منه التجسيم، يلزم منه التشبيه، يلزم منه حلول الحوادث بالله إلى آخر. يأتون بهذه الشبه لأنهم إما أنهم ملبسون يريدون التزوير، وإما أنهم جهلة لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ما يميزون بين هذا، ولا يفهمون من صفات الله إلا ما هو في صفات المخلوقين. الحقيقة أنهم هم الممثلة، مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا، ما عطلوا إلا لما مثلوا. نعم. ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا. نعم. يقولون إثبات العلو معناه إثبات الجهة لله، والله ليس في جهة، أو إثبات الحيز وهو المكان لله، والله منزه عن المكان، إلى آخر ما يقولون من هذه الشبهات. نعم. إيه، إذا كان الخطيب عنده مقدرة وعنده حكمة، طيب، إذا كان عنده مقدرة وعنده حكمة وحسن عرض هذا طيب، أما إذا كان إنه ما يحسن الشيء هذا، أو يأتي بأسلوب غير مناسب، لا يصلح هذا. نعم.
ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا. يسمون النزول تحرك، والله منزه عن الحركة. ما فهموا من النزول إلا نزول الآدمي، الله جل وعلا ينزل كيف يشاء، هو مثل نزول الآدميين حركة، ولا نفسره بأنه حركة ولا غير حركة، نقول ينزل وخلاص كما يشاء، ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى. الكيفية مجهولة لنا، لا نقول مثل نزول المخلوق حركة وانتقال، هذا ما تدخل في ما لا نعلم. نعم. ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح. نعم، يسمون الصفات الذاتية أعضاء، والله منزه عن الأعضاء والأبعاض والجوارح، فيقيسون صفات الله على صفات خلقه، تعالى الله عن ذلك. نعم. ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث. نعم، الخلق والرزق والإحياء والإماتة ينزهون الله عن الأفعال لأنها حوادث، والحوادث لا تحل إلا بجسم، والأجسام متشابهة، كل هذه باطل، كل هذه شبهات باطلة زينها لهم شياطين الإنس والجن. نعم. وما يقوم به من صفاته أعراضا. نعم، والصفات المعنوية يقولون أعراض، الله منزه عن الأعراض، وينزهون عن الحكمة، يقولون يفعل لا لحكمة لأن الحكمة غرض، والله منزه عن الأغراض، لا آخر ما يموهون به على الناس، هذا قول على الله بغير علم. الله جل وعلا لا يشبهه أحد، ليس كمثله شيء في جميع أسمائه وصفاته، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور. أي نعم، النهاية أنهم ينفون عن الله الأسماء والصفات بهذه الشبهات الشيطانية، ولو أنهم سلموا لله ولرسوله وآمنوا بالله وقالوا نحن نثبت ما جاء عن الله ورسوله دون تدخل في تفسيره وتكييفه، دون تدخل في تكييفه وقياسه على صفات خلقه. نعم. ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر، يعني هذا تنزيه، يقولون هذا تنزيه لله، تنزيه لله بنفي أسمائه وصفاته، هذا تنقص لله عز وجل وليس تنزيه. التنزيه هو ما مثل ما قالت، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أردت أن تنزه الله فقل ما قاله الله، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، هذا هو التنزيه. نعم. ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأمور، وهي لا تستلزم، يقولون أنها تستلزم هذه الأمور، نقول حاشا وكما لا تستلزم هذه الأمور، لأن الله لا يقاس بخلقه ولا يشبه بخلقه. نعم. ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم، هذا اللي غروا به الناس، التنزيه والتعظيم، وهو في الحقيقة تنقص وتشبيه، تنقص وتشبيه، لأنهم ما عطلوا إلا بعد ما شبهوا ومثلوا، ولم يظهر لهم من أسماء الله وصفاته إلا ما يظهر في المخلوقين، هذا هو التشبيه، فنقول أنتم المشبه. نعم. وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظه ويردونه بعينه بلفظ آخر. أكثر الناس يقبلون الباطل ويروج عليهم هذا الشيء ويقولون نعم هذا تنزيه، فيتابعون هؤلاء على هذا الباطل بحجة أن هذا تنزيه، ولم يعلموا أن هذا تنقص وتشبيه، لأنهم ما عطلوا إلا بعد ما شبهوا. نعم. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. حكمة من الله جل وعلا أنه يجعل هؤلاء يعادون الرسل، يجعلهم يعادون الرسل ليتميز أهل الحق من أهل الباطل، فهم فتنة
خلقهم الله فتنة، وإلا الله قادر على أن ينتقم منهم وأن لا يوجدهم، لكن الله له حكمة في هذا، يتميز أهل الحق من أهل الباطل وأهل الهدى من أهل الضلال. نعم. سماه زخرفا وهو باطل. نعم. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من هو هذا العدو؟ شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض، يعني يلقي بعضهم إلى بعض زخرف القول. والزخرف هو الشيء المزوق الذي ظاهره أنه حسن وباطنه قبيح، هذا هو الزخرف، زخرف القول غرورا لأجل أن يغر من ينخدع بهم. نعم. ولا يسلم إلا من عارضهم ووقف في وجوههم. نعم. فسماه زخرفا وهو باطل لأن صاحبه زخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. نعم. فالله يرسل الرسل لهداية الخلق ويجعل لهم أعداء ليمتحن الناس، من هو الذي يتبع الرسل من الذي لا يتبع الرسل. نعم. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسد عليه. نعم. فصل. ثم يقول: هذا كله يؤكد على الإنسان أنه يحفظ أذنه من سماع الباطل وسماع الساقط من القول. نعم. لأن هذا يؤثر على قلبه، وهو بكلام يمر ويروح، فله تأثير على القلب أشد من تأثير المرض على الجسم. نعم. فصل. ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان. هذا الثغر الثاني اللسان، ثغر العين وثغر الأذن وثغر اللسان. نعم. فإنه الثغر الأعظم وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصحه عباده. اشغلوه بالكلام الباطل عن الكلام الحق، لأن الكلام الحق يحيي القلب ويصفي القلب ويلقي فيه الخوف والخشية من الله. اشغلوه بالباطل، الكلام الباطل والكلام السيء، لأن هذا يؤثر على القلب ويمرضه. نعم. والتكلم بالعلم النافع، ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. والثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس. نعم. ثم أن يكون شيطان الناطق إذا تكلم بالباطل فهو شيطان، شيطان الناطق، وإن سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. فأنتم حاولوا أنه يسكت ولا يتكلم بالحق، وإن كان لا بد بيتكلم خلوه يتكلم بالباطل لا يتكلم بالحق، هذا شغل الشياطين مع بني آدم. نعم. ولذلك تجد أكثر الناس يدعو إلى الباطل بأسماء مزيفة، يدعو يتكلم ويكتب ودائما ما يصدر عنهم إلا كلام باطل. نعم. فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ الناطق، وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوتكم لكم. أما سمعتم قول الناصح: المتكلم بالباطل شيطان الناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فالرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. والباطل الكلام الباطل كثير، الكلام الباطل كثير، كلام للأغاني والملهيات يسمون هذا فن من الفنون، يصير كل حياته مغني ولا يذكر الله إلا قليلا أو لا يذكر الله أصلا. كذلك الدعوة إلى الباطل، تزيين الباطل للناس، تلبيس لباس الغرور بأنه تقدم
حضارة وفهم، وأن فلان ما يكون مبغى يردد ألفاظا من القرآن أو من السنة، مبغى يحفظ بس إلى آخر ما يقولون، مقلد. نعم. واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بنو آدم وعقب. اعلموا واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بنو آدم أهلك. واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بنو آدم. نعم. وأكبهم منه على مناخرهم في النار. فأكبهم منه على مناخرهم في النار. كلام فيه خطأ. أي ما يكون بنو آدم، هم بني آدم. نعم. واعلموا واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه هو الذي أهلك منه بني آدم. أي ما يبقى عندك بنو. إيه نعم. غلط. هو الصحيح. نعم. صلى وأكبهم منه على مناخرهم في النار، فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذتهم من هذا الثغر. وأوصيكم بوصية فاحفظوها، لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من أخيه إعادتها. وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، فاقعدوا لهم كل مرصد. أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. بما أغويتني، جبري، الشيطان جبري، أغويت، ما قال غويت، ما نسب إلى نفسه شيء، إنما نسب هذا إلى الله، هذا مذهب الجبرية. نعم. نعم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ترى ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا اللي تعهد به انتقاما من بني آدم، لأن الله فضل آدم عليه السلام، حسده وأبى أن يسجد له، فلما حصلت عليه اللعنة والعقوبة تعهد أنه يهلك بني آدم انتقاما لنفسه. نعم. فوما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها، فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره. أتيناهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم، لأنه لا يقدر أن يمنع نزول الخير من الله عز وجل. نعم. فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى نعم. أصيب منه حاجتي أو بعضها. نعم. وقد حذرهم ذلك رسولهم وقال لهم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها، وقعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة؟ فهكذا فاقعدوا لهم بكل طريق بكل طرق الخير. فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة، وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم؟ ولا يثق بأن الله سيخلف له ما أنفق ويعطيه أكثر مما تصدق. المنفق ينفق عليه، هم ينسون هذا، ينسون أن الله جل وعلا يرزقهم ويعطيهم أكثر مما أنفقوا، ويظنون أنهم إذا أنفقوا ما يجي محله شيء، يصيرون فقراء. هذا من سوء الظن بالله عز وجل، وإلا فالإنفاق سبب للرزق. وفي الحديث ابن آدم أنفق عليك. نعم. واقعدوا له بطريق الحج، فقولوا طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير عنها وذكر صعوبتها وآفاتها. نعم. الشياطين الإنس والجن يأتون على كل طريق
فينفرون منه بأن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وانت بعافي وشو له تحج تقعد بدارك وعندك المسجد تصلي الحج في خطر وفي سفر وفي نعم. ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم. روح عن نفسك لا تضيق على نفسك لا تصير متشدد إلى آخر ما تقوله شياطين الإنس والجن. نعم. وزينوها في قلوبهم واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم القوم هن لكم. أعظم سلاح للشيطان النساء يزينهن، ولذلك تجدون النساء الآن شياطين الإنس والجن يبرزونهن ويدافعون عنهم زعمهم وأنهم مظلومات وأنهم مكبوتات وأنهم ما لهم مشاركة في السياسة ولا لهم مشاركة في الأعمال وأنهم معطلات، وأن يريدون أنهم يصيدون بني آدم بهذا السلاح. المرأة تترك قنوتتها وتخرج كأنها رجل سافر وتخالط الرجال فتحصل الفتنة، لأن المرأة فتنة والشهوة مركبة في الإنسان، هو يتخذ المرأة سلاحا فتاكا في المجتمعات. وما هلكت الأمم إلا بسبب النساء إذا تركت. نعم. ثم الزموا ثغى اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه. امنعوا يدي ابن آدم من أنه يتحرك الخير أو يمشي إلى الخير. نعم عطلوا. واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة فأعينوها واستعينوا بها. نعم النفس الأمارة بالسوء هذه عون للشيطان وهي عدو للإنسان، فإذا لم ينتبه لنفسه ويمسكها ويلزمها بطاعة الله أهلكته بهواها وشهواتها. نعم فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها، فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وأطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس الأمارة، فإنها تأمر بما تهوونه وتحبونه ولا تجيئكم بما أمارة بالسوء. هذه النفس على أغلب النفوس أمارة بالسوء، وهناك نفس اللوامة تلوم صاحبها بعد ما يقع في المعصية تلومه فيتوب إلى الله عز وجل، لا تزال نفسه تلومه حتى يتوب. فرق بينه وبين الأمارة اللي كل ما وقع في معصية تقول له زد وتأمره بالسوء، ثم أعلى من النفس اللوامة النفس المطمئنة. نعم فإنها تأمر بما تهوونه وتحبونه ولا تجيئكم بما تكرهون البتة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيئون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله، فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته فأردتم الأمن من ذلك. لذلك النفس أخطر على الإنسان لأن عدو داخلي، عدو داخلي في الإنسان فهي أخطر شيء عليه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. إذا وقي الإنسان شر نفسه إنه قد سلم من كثير من الشرور. نعم فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد، وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مغارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومغارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع أوزارها فليست بيوم وتنقضي، وإنما هو حرب متصل بالموت وقواك تضعف عن حرب دائم. ونقول له أرح نفسك لا تكلف نفسك لا تشق على نفسك لا إلى آخره. نعم واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة
فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن إغوائه. والثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم. نعم، اللي عنده من إغوائه من أعوام. نعم نعم، والظاهر يعني. نعم. والثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكرين، فليس لكم من بني آدم أبلغ منهما. واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة، وقينوا بين الغافلين، ثم استعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة، فإن مع الغافلين شياطين صاروا أربعة، وشيطان الذاكر معهم. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضغكم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم، فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين، فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم. وبالجملة من الأدلة، من الأدلة، من الأدلة، وهذه الأمور اللي ذكرها هي أخطر ما يكون على الإنسان، وهي أسلحة الشيطان على بني آدم. نعم. وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها، وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليها، وكونوا أعوانا له على تحصيلها. وإذا كان الله قد أمر أخطر على الإنسان من الشهوات، الشهوات هي أخطر شيء. نعم. وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم بالثغور، فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور، وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب، فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب، وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب، فلا تدخلوا طريق الشهوة قلبه ولا تعطلوا ثغرها، فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري أن لا يملكها عند الغضب من طريق الشهوة. فزوجوا بين غضبه وشهوته، وامزجوا أحدهما بالآخر، وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب من طريق الشهوة. واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين، وإنما أخرجت أبوهم من الجنة بالشهوة، وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب، فبه قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم، وبه قتل أحد ابني آدم أخاه. واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والشهوة نار تثور من قلبه، وإنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير، فإياكم أن يتمكن ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة، وقد أمرهم نبيهم بذلك فقال: إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم من إحمرار عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بذلك فليتوضأ. وقال لهم: إنما تطفأ النار بالماء. وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه، واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب، وأبلغ أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى. وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى، فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه، فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه، وهو يزعم أن هولها مكرم، ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها، وهو يزعم أنه يسعى في حظها، ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتجسيتها، وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه وهو يزعم أنه لها معز، ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر،
ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحفظها، وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه، والله المستعان. فصل. ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه.